السلام عليكم. إليكم نتائج الجولة الأولى من بطولة القسم الممتاز لعصبة الشمال. المقابلة الأولى: جوهرة العرائش تنهزم بميدانها أمام أولمبيك وزان ب3-2. فريق علم طنجة يفوز على ضيفه رجاء العرائش ب4-1. السلام القصري يفوز على ضيفه رجاء البوغاز ب3-1. في الديربي الأصيلي، شباب الضغاليين ينهزم بميدانه أمام الشباب الأصيلي ب2-0. أما الفنيدق تتعادل بميدانها أمام أطلس مارتين ب0-0. فريق شباب المضيق يفوز على جوهرة مسنانة ب2-0. شباب بنديبان يتعادل أمام وداد طنجة ب0-0. وفي الأخير فريق أجاكس طنجة يفوز على المحيط الأصيلي ب0-0. شكرا لكم، كنتمنى تابوناو معنا وتضغطوا على الجرس باش أي حاجة جديدة بخصوص هذا القسم توصلكم إن شاء الله. شكرا.